مساكم من صالة الشيخ سعد عبد الله الصباح طيب الله ثراه عيسى عبد القدوس يحييكم عبر تلفزيون الكويت القناة الرياضية والتي تنقل لكم بطولة كأس الاتحاد لكرة اليد وهذا اللقاء النهائي المبكر بين فريقين السالمية ونادي الكويت وهذا في أول ثواني من اللقاء تصدي من حراسة المرمى تصدي طبعا خليني أذكر بس حكام هذا اللقاء أعزائي المشاهدين الحكم إدويسان هذا اللقاء نهائي مبكر بالدور الأول في كأس الاتحاد وأول تقدم لنادي الكويت وهذا الهدف الثاني من الخبرة الكويت في قوة ضار قيادة الدكتور أحمد فولات سالمية بقيادة كابتن هيثم الرشيد وهي تبادل كرات وبشار بالتصويب وبالجناح وهدف برافو ياخذ البطولة المباراة هذه من السالمية استطاع يفوز 27-19 في القسم الأول من دوري الكبار وهي هدف تصويب لكن حارس مرمى بشار صوب وهدف لأنه ريلة داخل الملعب وكانت خطوات واضحة نشوف التصويبة رمية الجزاء برافو يا حسين في إنهاء الهجمة هذه كرة اليد وشوف الطريقة لها شفت هاي الأخطاء من يقلل من الأخطاء هو اللي راح يفوز وني المسوي فنان كبير هذا المسوي نتيجة 3 الكويت 2 السالمية وكرة بالجناح محمود لكن بالغاء دخول محمود علي هذا صفر هذه المراكز راح يلعب 4-2 دفاع 6-0 لا راح يكون الضغط أكيد الضغط هذا اللي قاعد أتكلم عنه لكن حراسة المرمى حراسة يا صفر أبرد اللاعب حيدر دشتي في الباك وخطر بالباك الأيسر ونزل بندر عنده المهارة الفردية وني فواز شوف هذا اللي قاعد أتكلم عنه لكن بالبلو لو أذكرها لأنه قاعد يلعب ليه برا ما قاعد يلعب شوف الكويت شوف قاعد يلعب ليه الداخل هذا الفرق بين هجوم نادي السالمية وهجوم نادي الكويت برافو لا ما يفيد الضغط بين لاعبين نعم يفيدني شوف دخول خاطئ الخط الخلفي شوف الخط الخلفي عبدالله خميس الغربلي عبدالله كبير يا عبدالله كم أنت دفاع قوي شوف الضغط اللي أنا أتكلم عنه عزم شوف الضغط كمل هذا اللي قاعد أقول أنا لكن حارس مرمى كبير يا صفر عطاك فرصة كثير تكلموا عن حراسة المرمى هذا الموسم بالفعل علي صفر نجم كبير وحارس مرمى كبير وهذا الكرة شوف الطريقة شوف السلاسة في نادي الكويت عيدها خشوف الكويت بتقدم على السالمية وبندر وهذه كرة الغربلي يقطع الكرة الغربلي اخوان عطى وردها له يا عبد الله الغربلي وهذا الشيء الجديد عندنا في التلفزيون بصراحة شيء يعني مفرح بالنسبة لي انا كمعلق اني اشوف هالإخراج وهذه كرة يا عبد الكويت أفضل الكويت دار التسعة الوصول ما عندك لاعب صوب يعني سجل من أمتار التسعة كله بالبلوك ومحمد الغربلي شوف نادي الكويت يعني يطبق طريقة 4-2 وين وصل يصوب إدارة مميزة قيادة الفريق هيثم الرشيدي والجهاز الفني اللي بتواجه معاه دشتي شوف الأخطاء ونواف يا نواف وسع بعد ما كان موجود هذه كرة من الجناح هنشوف لاعبين الكويت علي بلوشي بالجناح هذه الكرة اللي وصلت يا مخرجنا لكن حارس مرمى كبير وهذه كرة على الدائرة رمية جزاء طوع وهذا الهدف رمية جزاء برافو الهدف 5-1 شوف الطريقة غير الطريقة كابتن فولاد يعني إذا وهذه كرة يا سلام يعني هدف من لاعب كبير اسمه المسوي صار لكن بتكلم عن نقطة يا أعزائي المشاهدين أنت 6-0 هنشوف الهجمة هذه 6-0 ما قدرت تسكر وهذه كرة برافو هذه الأخطاء في منطقة طبعا نقص رمية الجزاء خالد الغربلي
خالد يا خالد الغربل. محمد دقيقتين، عبد الله الخط تقدر توصل الكره مثل ما شفنا محمد الغربلي وعبد الله الغربلي. شوف الكره بشار دشتي، بشار ممكن يصوب على ثبات دشتي، دائره، برافو برافو برافو، مهاره فرديه، نجم الدائره الغربلي. يا سلام، شوف الهدوء في رميه جزاء، رميه جزاء واضحه، رميه جزاء واضحه يا حسن. لي كره حسين سلمان اللي سجل رميتين جزاء. برافو يا حسين، برافو يا حسين سلاح السلماوي. لكن برافو يا عبد الله الخميس، عوده عبد الله الخميس وعوده لاعبين نادي الكويت اليوم غير نادي الكويت. لا لا، يا حارس الله عليك يا حراس مرمى، حراس مرمى انت كبار يا حراس مرمى، انت كبار يا حراس مرمى. يا سلام يا سلام يا سلام، حراس مرمى اخوان يتحدون بعض، الاخوان يتحدون بعض، هذول الاخوان انتوا ابطال، والله انكم ابطال في هذا اللقاء. شوفوا شوف الكره، شوف هني حراسه المرمى مع انه لاعب كبير، خلينا نشوف الثانيه، شوف الثانيه، شوف هني، لا لا حراسه مرمى هي ترجح الفوز يا جماعه، حراسه المرمى هي اللي راح ترجح الفوز. شوف كامل كامل دفاع السالميه بدا يتقدم، ومشاري تبادل المراكز، الغربلي للدائره. يا سلام يا سلام، لا لا لا، هذا فن، هذا فن، هذا فن من لاعبين نادي الكويت، هذا فن كرة اليد، وهني الجناح، وهذا نجم السالمية يعتمد. برافو يا حسين، أنت نجم يا حسين، سبعة. برافو نادي الكويت. شوف الدفاع 5-1. شوف الدفاع 5، راح تفتح يعني، شوف يعني أرد وأكرر، أرد وأكرر، يعني طريقة 5-1 قاعد تفتح حق نادي الكويت أنه يسجل، هذا الواقع. وشوف برافو عليك، برافو عليك يا كبير، برافو عليك. لا لا لا، مو اللي سجل، لا لا، خاصة يفقد الأمل بأنه يوصل لي بالنتيجة. شوف لاعب نادي الكويت قاعدين يعني يكسرون، شوف 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 وين وصل، شوف وين سجل، هذا محمد الغربلي الكبير، لكن محاولات فردية ومن الصعوبة. صوب صوب، خلاص هذا الصح، صوب وانت هني الحظ، صوب وهني الحظ، برافو يا علي، راح يصوب بندر، دخول من الصفر. اوه الصاد صفر، الصاد صفر، علي بلوشي الصاد صفر، هذا علي بلوشي، كان الخميس عبد الله الخميس، كان ايضا لا ننسى الغربلي، وهذا الغربلي، اوه يا الغربلي، عبد الله الغربلي، هذا حسن صفر، تحرك بشار دشت الى الجناح. يا سلام يا سلام يا سلام عليك يا حسين سلمان، هذا نجم السالميه اليوم حسين. صالح الموسوي، اوه الله عليك يا عمي. برافو، محظوظ فيها الموسوي، لكن برافو حسن صبر، صد الكره الاولى سالميه. شوف الضغط من وين، الضغط من وين يا كابتن، الضغط من وين، لكن حافظك حافظك، في عاق يقول في عاق. برافو يا صفر، برافو برافو يا علي صفر، احد الاسماء الكبيره علي عباس، ايضا فرج وخميس النصر، نادي النصر ومنتخب الكويت، وهذه كره سهله بشار. شوف ما عنده حلول السالمية، ما عنده حلول. ايضا اتكلم عن خالد انس، عبد الرزاق بلوشي، يوسف الفضلي، حراس مرمى، ثاني كرة ما فيها شيء. برافو يا حسن، برافو يا حسن صفر، حراس مرمى، حراس مرمى، والكثيرين متفقين، وهذا اللعب، هذا النجم، هذا النجم، هذا النجم حسين سلمان. برافو يا حسين سلمان من الجناح. شوف الطريقة، راح يصير ضغط، لكن شوف من بعيد، من مسافة بعيدة الضغط. كمل كمل واخترق، وبرافو يا حارس مرمى. يا صفر يا صفر يا صفر يا صفر. اذا بتذكر المباراة يعني اللي استطاع نادي محمد، يا محمد محمد وصفر، محمد وصفر، وهدف هدف يسجله محمد الغربلي، والنقص العددي. بندر، وين يا بندر، وين يا بندر، دفاع كرة ما في احد بالمرمى. برافو 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 برافو، من اللي سجل الهدف؟ لا مو حسين السلمان، حسين يا حسين يا حسين يا حسين حسين يا حسين، هذا حسين سلمان. 19 الكويت، 13 السالمية، راح ندخل على الدقيقة 12. شوف الكويت، شوف لاعبين نادي الكويت، شوف الخبرة من سعود ضويحي، خبرة سجلوا، لكن شوف شوف الكرة هذه، فواز فواز يا فواز،
كمل يا فواز، كمل وسجل، كمل. برافو يا فواز، برافو يا فواز. هذا فواز يوسف النشر، عود الجناح. يقول حكم كمل، ليش اصفر؟ الكره لك. وهذا سعود، يا سعود، ثاني كره من سعود ضويحي. الخبره سعود ضويحي امامك، حارس مرمى خبره. برافو يا حسين. على فكره حسين ما غير للحين، بنفس الزاويه قال بعد ما سوى المروحه للامبريلا، ويكمل. واخيرا سجل، واخيرا سجل حيدر دشتيفش. واخيرا شوف طريقه الدفاعيه، هل راح يلعب 4-2؟ راح يختر. اذا راح يلعب 4-2 شوف من وين لك صفر. صفر يا صفر، برافو يا السالمي، برافو يا صفر، برافو يا ابناء صفر. وكره سريعه، دشتي بندر، دشتي، برافو يا فواز. لكن حارس صفر، حراس المرمى، حراس المرمى، حراس المرمى على الدائره. بالفعل نادي الكويت، ونسعود، يا سعود، يا سعود، ثالث هدف سعود ضويحي، ثالث هدف سعود ضويحي بالاختراق. طريقه الدفاع المتقدمه يعني قادر يخترقها نادي الكويت، خاصه بطريقه 4-2، يلعب 4-2 نزول على الدائره لاعبين، وهني الاختراق. يا سلام، يا سلام، يا سلام على هجوم السالميه، يا سلام على هجوم السالميه. هذه كره اليد الغربلي، خلينا نشوف. وسعود رابع هدف، يا سعود، سعود، يا سعود. الخبره لها دور، الخبره لها دور في كره اليد في نادي الكويت. وهذا اشتي، وفي رميه جزاء اتوقع، لا يقول حكم ما في شيء، يقول حكم دشيت وسجلت، انت سجلت، ليش ما سجلت الهدف؟ صفر، صفر، قلت صفر، انا قلت صفر راح يتصاد الكره، توقعت صفر لانه غير كانه سمعني حسين سلمان اني قاعد اتكلم عن لعب سلبي، لعب سلبي. خالد، خالد يا خالد، خالد يا خالد، خالد يا خالد الغربلي. كرة عبد الله سعود، سلام، يا سلام، يا سلام، يا سلام، يا سلام، يا سلام على الكويت، يا سلام على لاعبي نادي الكويت، يا سلام على الكويت. شوف كرة سهلة، كرة يا خالد، يا خالد، يا خالد، يا خالد، برافو يا خالد الغربلي، برافو خالد الغانم، رئيس النادي الكويتي 22 17. دشتي الى الدائره، الدائره، برافو، برافو، هدف، هدف شاهين، هذا شاهين، هذا الفلتشا. دشتي الى شاهين، لكن لامس الخط، اتوقع لامس الخط، اتوقع. دشتي كره سريعه الى علي، علي، يا علي، يا سلام، يا علي، يا سلام، مهاره، مهاره ممتازه من اللاعب علي. هذه كرة من الجناح، يا سلام، ثاني كرة استعراضية من لاعبين نادي السالمية. يعني هذا سيف، 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 يا سيف، سيف، يا سيف، يا برافو يا سيف، سيف العدواني، أنا ولد قائد عدواني، لاعب انتظام، لاعب نادي الكويت، ومين استرد تحت الكويت.